السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم اللحم بالصينية بكمية يعني طلعت كلش كبيرة ومنكمش اللحم بالصينية هذه على طريقة الوالدة. وهذه الكمية كلها، شوفوا هذه الصينية كلها من نصف كيلو لحم مثروم. طريقة كلش حلوة تسويها الوالدة، وهذه طريقتها دائما كانت تسويها، وهي مختصة بها هاي الطريقة. يعني هي ما تعلمتها من أحد، هي سوتها وحدها وكانت تسويها دائما. وياكل ياهل يعني كان يجي عندنا ويذوق من هذه الأكلة، كان يسألها على المقادير وطريقة تحضيرها لهذه الأكلة. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الأكلة الرهيبة. أول شيء بوصفتنا لهذا اليوم عندي هذا كوب من البرغل، أنقعه أو أبخه بماء مغلي وأتركه يرتاح إلى أن ما أثرم باقي المواد للوصفة وأحضرها. حلي له القليل من المي، يعني شيء يغطيه حتى يتشرب من هذا المي. أغطيه وأتركه على جهة إلى أن ما أجهز باقي المواد وأرجع لكم. بعد ما تركت البرغل ينقع شي ربع ساعة إلى أن ما ثرمت البصل والمعدنوس والفلفل، شوفوا شلون صاير. أتركه على جهة وأروي لكم المواد اللي راح أحطها بأكلتنا لهذا اليوم. عندي هنا هذا نصف كيلو من اللحم المثروم، طلعته من الفريزر وذوبته. احتاج 3 عدد بصل ثرمته كلش ناعم، واحتاج 3 فص ثوم، فلفل تريدون اي فلفل اخضر او الفلفل الرومي، اي نوع فلفل متوفر عندكم، يعني تقريبا 2 عدد فلفل. احتاج معدنوس تقريبا هذا كوب ونص من المعدنوس. احتاج 3 عدد طماطة مثرومة او علبة طماطة مثرومة، ملعقة اكل من معجون الفليفلة، اذا ما عندكم معجون الفليفلة تقدرون تستبدلوا معجون الطماطة. احتاج هنا البهارات اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم. عندي هنا اول شيء الملح، بعدين ملعقة كوب ونصف من السماق، ملعقة كوب من كزبرة، نصف ملعقة كوب من البابريكا، ملعقة كوب من الفلفل الأسود. أول شيء خلي البصل والثوم فوق هذا البرغل، أخلي المعدنوس كله، الفلفل، عندنا المعجون الفليفلة أو معجون الطماطة، الطماطة المثرومة، البهارات والملح كلها، واللحم المثروم. وأعجن هاي المواد كلها، أخلطها سوية. هذه الأكلة كانت دائما الوالدة تحضرها، ويعني ياهو اللي ياكلها عندنا كان يسألها على الوصفة، لأنه هذه الوصفة هي اللي مسويتها، هاي وصفات يعني وصفتها خاصة بيها، ما متعلمتها من أحد. هكذا انتهيت من عجنها. راح اتركها على جهة وارجع لكم. بعد ما انتهيت من عجن الكباب او اللحم بالصينية، انتهيت من عجنه، شوفوا ما شاء الله من نص كيلو لحم مثروم طلعت الكمية كلش كبيرة. اجيب صينية الفرن او اي صينية انتو عندكم مدورة، اذا صينية فافون بعد افضل، او البايركس او التيبال، اي صينية انتو متوفرة عندكم. ادهنها بالزيت كلها، اخذ اللحم افرغه بالصينية وافرشه،
احاول اساوي يعني كل الجهات اخليها متساوية، نفس السمك اخليه بكل الصينية. بعدها ازينها بهذا الشكل بالملعقة. أجيب شرايح طماطة وبصل وأكمل تزيينها وأدخلها بالفرن. هكذا بدأت أزين بها بهذه الطريقة، وسخنت الفرن درجة حرارة 200. راح أدخلها بالفرن إلى أن، إذا الفرن يعني يشتغل عندكم الفوق والتحت شغلوا العينتين الفوق والتحت، وإذا بس عين واحدة تشتغل تقدرون أول مرة تخلون الفرن يشتغل تحت إلى أن ما تستوي، بعدها تغيرون وتخلون تعلون الصينية لفوق، تشغلون الشواية لفوق وتخلون الصينية لفوق حتى تستوي من الوجه أيضا. هكذا انتهيت منها، راح أدخلها للفرن إلى أن ما تنضج وأرجع لكم. مثل ما قلت لكم درجة حرارة الفرن 250 فوق وتحت. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.